هل يصح القول بأن شيخ الإسلام رحمه الله ركز على توحيد الأسماء والصفات في دعوته؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يقتصر على فن واحد، بل إنه رحمه الله جدد في كثير من العلوم، علم الفقه، علم العقيدة، علم الأسماء والصفات، فهو متفنن في العلوم ومجدد في جميع العلوم على الكتاب والسنة. نعم.